السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طاجن الجمبري في الفرن. ما شاء الله هيطلع جميل جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بس ما تنسوش بقى قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي ما تنسوش الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل الإشعارات بالفيديوهات الجديدة، واعملوا لنا لايك للفيديو لو عجبكم علشان يترفع. ويلا نشوف الطريقة. بسم الله، عندي دلوقتي طاسة على النار فيها شوية زيت ومقطعة بصلة كده مكعبات، بصلة صغيرة مقطعاها مكعبات صغيرة برضو. هنزلها كده في الزيت وهشوحها كويس جدا البصلة، ومعايا فلفل رومي كده متقطع اختياري بقى، هشوحه برضو شوية كده مع البصلة بالشكل الجميل ده. بعد ما بشوح البصلة بالشكل ده بتاخد لون اصفر فاتح خالص كده. معايا بقى دلوقتي عصير طماطم في الخلاط، ضربها في الخلاط وهنزله كده على البصلة. هضيف بقى كمون، معلقة كمون صغيرة، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة فلفل اسود، وهظبط الملح، وعصرت كده عصرة نص ليمونة، وهقلبهم بقى كويس مع بعض. وهسيب بقى الطماطم تتسبك كويس على النار. دي الطماطم بعد ما اتسبكت بقت بالشكل ده. دلوقتي بقى الصلصة اتسبكت معايا ما شاء الله، بقت بالشكل ده جميلة جدا. عندي بقى معلقة كزبرة خضراء، يعني عود كزبرة كده غسلته كويس وقطعته كده بالشكل ده اختياري طبعا، بس الصراحة حلوة جدا برضو. ونزلتها كده مع الصلصة. وعندي بقى دلوقتي الجمبري، طبعا الجمبري اي كمية احنا حابينها، غسلها كويس طبعا ومنضفها كيس الرمل اللي في ظهره. بنزله كده بقى على الصلصة، طبعا بقلبهم بس، بقلبه بس تقليبة كده مع الصلصة بسيطة، وبعدين هزود شوية مية علشان الصلصة تبقى لسه هتدخل الفرن، يعني هدخل الطاجن الفرن بقى متبقاش تقيلة. بقلبهم بس كويس مع بعض كده، ادمجهم كويس، وبعدين بقى علشان هحطهم في الطاجن وادخلهم الفرن ان شاء الله. ده الطاجن اللي هدخله الفرن، طبعا صغير على قد الكمية اللي انا عاملاها. هنزل كده كمية الجمبري كده زي ما احنا شايفين، وبعدين بقى بدخله الفرن حوالي نص ساعة بس او اقل كمان، لان الجمبري مش بياخد وقت في السوى خالص، يعني وقت قليل وبيكون مستوي معانا وجميل جدا. بنزل الصلصة كلها كده على الجمبري ما شاء الله. هدخله بقى الفرن، وبعد ما يطلع من الفرن ان شاء الله هرجع اوريه لكم في النهاية. كده طاجن الجمبري بعد ما طلع من الفرن ما شاء الله جميل جدا، وريحته بجد جميلة. طبعا هو لسه سخن جدا، لسه مطلعه من الفرن، فقلت اصور لكم كده اللقطة الجميلة دي وهو لسه بيغلي كده وطالع من الفرن، ما شاء الله حلو جدا. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم والطريقة. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الاشعارات بالفيديوهات الجديدة، واعملوا لنا لايك للفيديو علشان يترفع لو عجبكم. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.